والصلاة والسلام على مولانا رسول الله العظيم. السيد المندوب التعاون الوطني، السيد البرلماني المحترم، السادة أعضاء المجلس الجماعي لسيدي يحيى الزعير وأعضاء مجلس العمالة، سمح السيد رئيس مجلس العمالة، أود بهذه الأديبة أن أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان العظيم للسيد رئيس دار الطالبة السي محمد بن الشيخ على المجهودات الجبارة اللي تيقوم بها في هذه المؤسسة. وبغيت بهذه المناسبة أتقدم بالتهاني للطالبات الفائزات، وتنطلب من الله سبحانه وتعالى باش في المسار ديالهم ينجحهم. كذلك أريد بهذه المناسبة أن أذكر أن جماعة سيدي يحيى الزعير راها عازمة على المساهمة مع هذه المؤسسة بكل قوة، وأشكر كذلك جميع المتدخلين والمتعاونين مع هذه المؤسسة، وشكرا.